ابو طارق سالتك مباشره عن وضعكم، والوضع يعني صعب بالنسبه لاحد، وممكن احنا نودع احد مع نهايه الموسم. اولا اعتذر لك واعتذر اخو المشاهدين، انا لاني مع الطريق على المدينه، واكيد انه ماسك خط على أيوة الخط، توصل بالسلامه يا حبيبي. بس تفضل ولكن انا حبيت اعقب على عمليه انه احنا اشتغلنا وقدمنا عمل في الفتره دي، و حضرنا مدرب اسم في الدوري ولاعبين في الفترة الشتوية، لكن أعتقد أنه حتى الآن ما توفقنا بصراحة في المباراتين الأخيرة مع التعاون والوحدة. أتمنى بصراحة أن يكون الفريق يعني أقل تقدير المباراتين القادمة في الفتح والحزم يكون يرجع الوضع الطبيعي ويقدر يحقق هالمباراتين، لربما نعود إلى الوضع أن نحاول نأمن شيء من الشيء للبقاء لهذا الموسم بإذن الله تعالى. لا زال عندك الأمل موجود أنه ممكن أحد يعدل العمل اللي موجود عنده وممكن يكون موجود في الموسم القادم؟ والله شوف اخوي عبد الرحمن، اولا يعني ما ودي يعني اتحدث عن الوضع المادي. صحيح انه كل الانديه السنه دي كان في دعم بعد المكرمه حق سمو السيد الامير محمد. شلون صحيح؟ بس يعني صحيح انه تلقينا دعوه، بس انه عندك مشكله ماليه، الكلام على ان كل الانديه حظيت بدعم. لا احنا بنتكلم على الدعم، دائما يكون الدعم يعني بقدر العمل الموجود، انت عارف اللاعبين ومستوى اللاعبين وحجم اللاعبين. طيب حسب الفرق المنافسة. طيب ابو طارق تسمح لي، يعني انت اذا كان بنحكي على حجم اللاعبين، مثلا انت عندك انباء تقول انه مؤمن زكريا عنده يعني اصابه، محمد فوزير عنده اصابه طويله، ففي عندك اخطاء انت برضو على مستوى الاختيار. لا شوف، بالنسبه لفوزير ما كان عندي اصابته حدثت في مباراه الفيصلي الاخيره، لكن مؤمن زكريا بصراحة لا أنا ما ودي أتكلم عن الوضع اللي فيه الآن، لأنه بيصدر بيان النادي واحد يخص الموضوع، راح ينزل يوم غد إن شاء الله. أعتقد أن اللاعب يعني عنده خلل قبل ما يجي نادي أحد وما تتضح. إيش الخلل؟ إيش الخلل يا سعود؟ ما يكتشف بالتقارير الطبية أو بالكشف الطبي الرياضي، خاصة بالعضلات أو شيء مرض جانبي، لابد إن شاء الله ما راح نوضحه خلال البيان اللي راح. كيف اكتشفت سعود؟ بالطبع في بدايه انضمامه للفريق واداء التمارين كانت هناك مشكله في اداء التمارين، اضطرينا ان يعني نسوي له كشف كامل للاعب حتى اتضحت المشكله، وراح ان شاء الله باذن الله تعالى نصدر بيان فيها، خاصه بعد خطاب الاحتراف اللي يسمح لنا بتسجيل لاعب بديل له. لكن انا اعيد واكرر، يعني ما راح يكمل الى نهايه الموسم مؤمن؟ لا من مستحيل ان يمارس في الفتره القادمه. بالطبع انا اعيد واكرر اقول ان شاء الله في باقي عندنا مباراه الفتح، حزم، الرائد، الفيحة، الباطن، خمسه مباريات ان شاء الله باذن الله تعالى، يمكن اذا كان الله كرمنا وقدرنا نحققها. للان الفرصه قائمه وموجوده لامل البقاء ان شاء الله باذن الله تعالى. اجتماع الرابطه انت طلبت بانه يعني يزيد عدد الانديه؟ والله شوف، ما المطالبه الان مو وقتها، لكن اقول لك بكل امانه يعني من المفترض. لا انا المعلومات عندي انك طلبت. انا ما بقول لك، انا ليت اشوف انه 16 فريق كلهم بنسبه كبيره يعني تؤيد فكره انه يكون الدوري السنه القادمه باكثر من 16 نادي. اعتقد ممارسه اللاعب الاجنبي، ثمانيه لاعبين اجانب بيمارسون اعتقد الان 30 جوله، يعني شكلها قليل جدا، خاصه على الدفعه المحترفه الخارج المملكه، ومن لاحظها اصلا موجود الان في دول عديده يعني. لذلك اعتقد مشاركه اللاعب الاجنبي ب 30 جوله ونسبه توقف موجوده، وفي فرصه ان نزيد عدد احتكاك اللاعب السعودي بهالكميه الموجوده. ما شاء الله عاد انت ما شاء الله مغير 15 لاعب عندك، انت اكثر فريق غير لاعبين. والله انا غصبا عني غير لاعبين، لاني انا اصلا ما كان عندي اصلا. لا بس كنا يعني ال 15 لو كان في نتيجه يعني كان نقول يعني اوكي، بس يعني النتائج ما كانت تخدمك. هل تعتقد ان الخبره خانت سعود الحربي مع فريق العمل اللي موجود معه على مستوى اللاعبين؟ والله شوف، انا ما اقول لك انا الجيد والباقيين سيئين، لا انا اقول انا اكون من عرض الاخوان الموجودين في الجهاز الفني للجهاز الاداري، يعني عندنا مشكله نعم، حتى انا اكون انا موجود للمشكله، لكن في النهايه احنا مقدم عمل اعتقد يمكن افضل من كثير من بعض الناس اللي قدمت عمل حسب امكانياتها الماليه. وما ودي بمقارنات، المقارنات ما راح تكون الان، المقارنات تكون مستقبلا، لكن اقول لك احنا افضل كثير من بعض الانديه اللي كان عندها وضع مادي اعلى وشغل اعلى كبير على المستويات وعلى الخبره. الحارس الاوزبكي ايش صار؟ والله شوف، الحارس الاوزبكي عبد الرحمن لازم اكلمك بكل صراحه، الحارس الاوزبكي فعلا يعني اثر علينا تاثير كبير، خاصه انه تعاقدنا كان تعاقد
يعني مشهود من الجميع انه كان لاعب مميز في الفريق، لكن الكشف الطبي اللي حدث والعلاج اللي كان تناوله وكان علاج مسموح له اصلا كان قبل بدايه يناير. طيب. مأكدين نسبه كبيره مع طبيب المنتخب الاوزبكي ومع اللاعب انه حيكون فيه ان شاء الله باذن الله تعالى رد خلال الاسبوع القادم باذن الله اذا اتضح لنا الرؤيه فيها بحول الله. طيب شو الاخبار عندك انت؟ اكيد انك عندك خبر، هل هم بيسمحون لك انك تاخذ لاعب بديل او لا؟ لا لا بالنسبه للمنشطات لا، اعتقد انها مرفوضه الكلام. لا للاتحاد السعودي انت طلبت انه يسمح لك باللاعب اخر؟ رفضوا لانه في نقطه افادونا فيها لجنه الاحتراف واحنا اقتنعنا فيها انه نوع المنشطات او المنشطات بالذات لا يمكن السماح باستبدال اللاعب بديل فيها. شكرا سعود الحربي، اتمنى لك التوفيق في المباريات القادمه.